أكدت مرثا محروس وكيلة لجنة الاتصالات عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن الحوار الوطني يعكس حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، مشيرة إلى أن الهدف من الحوار الوطني هو خلق حياة سياسية أكثر تنوعاً. الحقيقة ما قامت عليه فلسفة الحوار الوطني قايمة على فكرة تبني استماع جميع الآراء وتباينها، ويمكن فكرة تباين الآراء هو ما يزيد وما يسري قيمة الحوار الوطني من قيمة، لأن إحنا لو فتحنا موضوع أنا وحضرتك حوالين نفس الموضوع هيكون عندي وجهتين نظر متباينتين، وليس معنى ذلك أن يكون أحد منهم هو الأصح، ولكن هناك وجهات مختلفة لنفس ذات الموضوع. ومن هنا جاءت فكرة الحوار الوطني، أن يكون هناك استماع لجميع الفئات السياسية، استماع لجميع الأطياف والأيديولوجيات السياسية المتباينة، استماع للشباب، استماع لكبار السن، استماع للمرأة، استماع للخبراء، استماع متبين حول نفس ذات الموضوعات لما له من أهمية خروج الطرح في النهاية بشكل له قيمة تناسب قيمة التعددية التي تبناها الحوار الوطني.